بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده اخر ليكتشر، اخر فيديو للمنهج الاساسي، لان زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات لو محتاجين اي حاجه ممكن انزلها لكم عادي، مفيش اي مشكله. لكن دول 11 فيديو فيهم المنهج كله، واي حد يشوفهم طبعا مع بعض من الحل، لان انت اكيد ليك مجهود فردي تقدر تحل ان شاء الله اي مساله. تمام، فالنهارده هناخد الفوليوم، هاو تو فايند ا فوليوم اوف ا شيب. تمام، فازاي بقى؟ طيب هو اي فوليوم في الدنيا عباره عن ايه؟ عباره عن مجموعه ريات. يعني طيب مثلا فوليوم اشهر حاجه تقريبا هو الكيوب، انا بس مش عارف هو ازاي بيترسم فمعلش الصبر، يعني نسيت ازاي بيرسمه. طيب الكيوب مثلا لو هنعتبر ان ده كيوب يعني، تمام، هو فوليوم الكيوب عباره عن ايه؟ طبعا لو هنعمل كده يعني ان ده شكله، عايز ارسم شكله من جوه بس. طيب لو ده شكل الكيوب من جوه مثلا اللي هو 3D وكده، طيب الفوليوم بتاع الكيوب لو واخدين بالكم هو في حاجة ملاحظة جدا، ان هو عبارة عن يعني اريا اوف سكوير فوق بعض. يعني بصوا مثلا اريا سكوير اهي، يعني انت لو قعدت تقطع الكيوب ده شرايح رفيعة جدا هيطلع لك مجموعة سكويرز، فده سكوير وده سكوير وده سكوير، هم عدد سكويرات كتير جدا فوق بعض. تمام، كتير جدا، عددهم كان انفينيتي لانها سكويرات رفيعة جدا. زي الاريا، الاريا كانت عبارة عن ايه؟ ان انا بجمع خطوط رفيعة جدا، صح؟ عددهم كام؟ معرفش، انفينيتي. طيب لو انا عايز اجيب فوليوم انا هجمع اريات رفيعه جدا، عددهم كام؟ ما اعرفش، انفينيتي. فانا هعمل سمشن لايه؟ لاريا رفيعه جدا عشان مضروبه في الدلتا اكس، دلتا اكس اللي هي تندس تو زيرو، لان الان تندس تو انفينيتي، عدد السكورات لو كتير جدا ده معنى ان تخنهم او سمكهم اللي هو دلتا اكس يساوي ايه؟ يساوي زيرو. فبالتالي هتبقى ايه؟ انتجريشن اريا. تمام، بس بعيد عن حوار انتجريشن اريا ده لانه مش ده موضوعنا حاليا في اللحظه اللي احنا فيها دي. انا عايز بس اقول لكم الفوليوم عامه هو عباره عن مجموعه اريات فوق بعض. لو جبت اي كره، بلاش كره عشان مش هنقطع كور، جيب اي برتقانه. تمام، يعني مش عارف ارسم برتقانه ازاي، بس عامه لو جبت اي برتقانه حلو وقطعتها من النص هيطلع لك ايه؟ بص كده اقطعها وشوف كده، بص عليها من زاويه 2D هيطلع لك دوريه ليها ريديوس وليها اريا. تمام، لو قطعتها من فوق هيطلع لك دوريه اصغر، لو قطعتها من تحت هيطلع لك دوريه برضو. اقطع البرتقاله من اي حته من الجنب كده هيطلع لك دوريه، من اي حته هيطلع لك ايه؟ دوريه. جميل، جميل جدا. فالبرتقاله سفير، هي عباره عن مجموعه دوريات. تمام، ننزل تحت. الشكل ده موضح جدا، الشيب ده عبارة عن ايه؟ بصوا لو قطعت اي حتة فيه هتلاقيها اريا، فالشكل ده عبارة عن ايه؟ هي اريا شيب عاملة كده. تمام، بس طبعا هنا هي يعني هي هنا طبعا ايه شكلها، يعني حجمها بيتغير زي برضو السفير. ما السفير يعني او البرتقانة لو قطعتها من هنا هتطلع لك دورية صغيرة، لو قطعتها من هنا هتطلع لك دورية كبيرة. تمام، فنفس الفكره. فحاجه زي كده بنعمل ايه؟ بكل بساطه انا هجمع الاريا دي ثابته متغيره، اي حاجه انا هجمعها لو ثابته زي الكيوب تمام، بس هي يعني لو مختلفه متغيره تمام. حلو، فالاريا دي اللي عماله تتكرر معايا انا هجمعها، فاعمل انتجريشن، تجميع قيم كونتينوس انتجريشن. خدناها في البروبابيلتي الترم الاول قبل حتى ما ناخد يعني ايه انتجريشن. فانا هجمع قيم من اكس 1 ل اكس 2 في الانترفال بتاعتي دي اكس، هجمع قيم الاريا دي. جميل، جميل جدا. ننزل برضو، هل الفوليوم بقى ثابت يعني ليه طريقه واحده زي الاريا؟ لا، ملوش. ليه؟ اهو يعني الاريا دي شكلها عامل ازاي؟ الاريا اللي انت عملت تجمعها دي هل هي اريا سيركل؟ هتجيبها ازاي؟ احنا هناخد طريقتين يعتبر، يعني في طريقتين هما نسخه من بعض وفي طريقه ثالثه، فهم يعتبر طريقتين. حلو،
فواحده واحده كده نبدا بيه. الديسك ميثود يعني ايه ديسك ميثود؟ ان انت بتجمع دوريه، دي اللي انا كنت شرحتها في حوار السفير. بصوا ده كيرف، اول حاجه في الفوليوم هو بيبقى عباره عن كيرف، الكيرف ده بلفه. يعني ايه بلفه؟ بص كده على الرسمه دي، الرسمه دي بتوضحها جدا جدا الحوار ده. هتلاقي ايه؟ هتلاقي بص انا ماسك الكيرف ده اللي هو الكيرف ده وعمال اخده عليا اسحبه، يعني بص باخده عمال الفه عمال اسحبه كده لورا 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 لغايه ما لفيته كونت بيه شكل. مثلا لو تعال نرسم اي كيرف في الدنيا، لو كيرف زي ده لفيته هقعد الف والف والف لغايه ما يكون لي كون، ما انا عمال الفه تمام. فطبيعي لما الفه هيطلع لي البيس سيركل، ما انا عمال الفه. بصوا اي كيرف في الدنيا لو مسكته كده مثلا ها وقعدت تلفه هيطلع لك شكل قله هنا تقريبا، يعني انا اسف لللفظ ده بس يعني قله عادي يعني. حلو، فهيطلع لك شكل قله. حلو، فبرضه ايه بيبقى البيز بتاعتها سيركل عامه، لان انت بتلفها عمال الف. فككم من حوار بيز سيركل ومش سيركل، ده اهم حاجه بس ان انتوا توصلوا لنقطه بسيطه جدا انا عايز توصلوا لها، ان الديسك ميثود دي انا بعمل بيها ايه؟ انا بلف الديسك بتاعي على الاكس اكسس، عمال الفه على الاكس اكسس. انا واخدين بالكم انا بلف ده على ايه؟ على الاكس. فلما عمال الفه ايه اللي بيحصل في الاخر؟ بيبقى عباره عن مجموعه سيركلز. بصوا الشكل ده لما لفيته الكيرف ده طلع لي ده اللي على الشمال، بصوا اقطع اي حته فيه هتبقى عباره عن سيركلز. يبقى انت بتعمل ايه؟ بجمع اريات. يعني ايه بتجمع اريات؟ يعني انتجريشن للاريا بتاعتك في الانترفال دي. الانترفال اللي هي عباره عن ايه؟ احنا اتفقنا من فيديو الاريا مفيش حاجه اسمها اكس 1 ومفيش حاجه اسمها اي وبي، في حاجه اسمها اكس 1 اكس 2 عشان ما تتلخبطش. انا بعمل ريفوليوشن على الاكس اكسس. طيب ليه اكس 1 وليه اكس 2؟ بص انت هنا الاريا بتاعتك اللي انت هتجمعها اللي انا هعملها انتجريشن هي عباره عن ايه؟ عباره عن اريا سيركل، انا عمال اجمع في دوريات 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 دوريات، صح؟ طيب لان انا بلفه على، واخدين بالكم انا بلفه على الاكس اكسس، فالدوريات بصوا طالعه ازاي؟ طالعه شكلها مع الواي. يعني الدوريات دي الراديوس بتاعها لو واخدين بالكم الراديوس بتاعها دايما هو اف اوف اكس. بص ده الراديوس بتاع الدوريه دي الزرقاء اللي متلونه. طب ارسم اي دوريه ثانيه هنا تلاقي الراديوس بتاع الاف اوف اكس، ما تنسوش ان شكل الكيرف الاساسي كان كده، يعني ده شكل الكيرف اصلا. ف طبيعي انا عمال الفه ف يعني على الاكس اكسس، فده لو ده السنتر اي دوريه بصوا من فوق لاخرها السنتر بتاعها يبقى اف اوف اكس، سوري الراديوس بتاعها يبقى اف اوف اكس. فالاريا بتاعت السيركل اصلا عباره عن ايه؟ باي ار سكوير، صح؟ صح. يبقى الاريا دي عباره عن ايه؟ هي عباره عن باي f of x سكوير، طبعا f of x كلها هي السكوير ماشي، لان دي الرياديوس. مفهوم؟ مفهوم جدا 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 ان شاء الله. طيب يبقى انا هجمع ايه؟ انا هجمع اريا، هجمع اريا اوف سيركل. يبقى هعمل انتجريشن لايه؟ هوب للاريا اوف سيركل، هعمل انتجريشن لده دي اكس. انا شرحت لكم الموضوع ببساطه، ما جبتلكوش 3 3 سم ومش عارف اللي هو دلتا اكس وسميشن وليمت، موضوع بسيط. الوشر ميثود ما فيهاش اي حاجه، هي اللي فاتت. يعني مش هشرح، اشرح ايه طيب؟ مش قاعد تشرح والله، يعني لو عندي حاجه اشرحها اشرحها، هي بس الفكره في ايه؟ انت هتجمع فوليوم محشور بين كيرفين. بص بالمنطق احنا كنا بنعمل ايه؟ كنا بنعمل انتجريشن لل سوري يعني انتجريشن للاريا، ايوه تمام. طيب بالراحه ركز معايا، انا عايز اعمل انتجريشن للاريا، الاريا انهي اريا اللي بتوين التو كيرفات؟ طب الاريا دي اصلا بتساوي ايه؟ بص اكتب لك الفوليوم يساوي ايه؟ يساوي انتجريشن للاريا اللي انا لسه كاتبه. طيب انا عندي هنا كام اريا؟ انا عندي اريا واحده اللي هي الار. طب الاريا دي بتساوي ايه؟ الاريا بتاعت الشيدد بارت ده بيساوي ايه؟ بتساوي الاريا بتاعت الكيرف الاولاني ناقص الكيرف الثاني، ده الفيديو اللي فات تمام. فهتبقى اريا اف اوف اكس ماينس اريا جي اوف اكس اللي هي اريا 1 ماينس اريا 2. واحده واحده اهو انا جاي لكم ببساطه شديده تمام. فهتعمل ايه؟ تبقى كده اريا 1 ماينس اريا 2
ما عملتش حاجة لسه. اريا 1 بقى بتساوي ايه؟ اريا 1 اريت السيركل. انا خلي بالكم انا مش قصدي اريت البارت، ما تتلخبطوش، انا مش قصدي الاريا بتاعت الشكل، انا قصدي الاريا دي، اريت الدورية اللي بتتكون. يعني بص بص خلونا نوضح الموضوع ببساطة تاني. الكيرف ده لو لف، الكيرف ده لو لف هيديني دورية عاملة كده. طب الكيرف ده لو لف هيديني دورية عاملة كده. انت عايز انهي دورية بينهم؟ انا عايز الدورية اللي في النص، الدورية اللي بينهم دي اللي هتلف. تمام؟ يبقى انت عايز الدورية دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن اريت الدورية الكبيرة ناقص الدورية الصغيرة A1 minus A2. نفس المبدأ لو فهمتها اولاني خلاص ما تتلخبطش باللي انا قلته. تمام؟ بس عامة يعني اهم حاجة ان احنا نجيب difference between two areas. طب الاريا الاولانية عبارة عن ايه؟ هي الباي ار سكوير، الار بتاعتها هي الاف اوف اكس. طب والاريا التانية هي باي جي اوف اكس سكوير، الار بتاعتها جي اوف اكس. ما تنسوش مع نفس القانون اللي فات، لو خدت الباي كومان هيبقى اف اوف اكس سكوير ماينس جي اوف اكس سكوير. تمام؟ ده الوشر ميثود بكل بساطة. بصوا هنا واضحة جدا بقى، هنا ايه؟ انا دلوقتي عندي كيرف ده مثلا، ده كيرف وده كيرف على الاكس اكسس اهو، يعني اعتبره ده كده الاكس اكسس مثلا، او ده يعني ده الشكل بتاعي. انا عايز الفولي الاريا اللي بينهم دي هي اللي تلف. طب الاريا اللي بينهم عباره عن ايه؟ ممكن اجيبها لكم بطريقه تانية. مش الاريا اللي بينهم دي اللي هي، بصوا لو خدتوا بالكم في دوريه زرقاء كده متلونه دي، ايوه هي دي. تمام؟ دي اللي عماله تتكرر، فانا هجيب انتجريشن للاريا الحمراء اللي هي دي، او سوري الزرقاء يعني دي. تمام؟ اللي هي اهي الاشكال اللي هي بتوضح والله. طيب اريا دي عباره عن ايه؟ عبارة عن اريت الدورية الكبيرة ناقص اريت الدورية الصغيرة. اريا اوف بيج سيركل ماينس اريا اوف سمول سيركل. طيب البيج سيركل الاريا بتاعتها ايه؟ باي ار سكوير، والاريا الصغيرة باي ار سكوير. لكن الار بيختلف، ار الكبيرة هو اف اوف اكس، طب ار الصغيرة هو دي اوف اكس. مفهوم؟ مفهوم جدا. كذا طريقة اهو، عشان دي اصلا يعني بثت مهمة جدا لأي حد كان فيها المعلوم، لأن طبعا احنا بتوع علم الرياضة خدناها يعني. فدي مهمة جدا جدا جدا. تمام؟ وهي الأكثر استخداما كمان. طيب لو بقى هلف أباوت الواي أكسس، تعالوا نجيبها يمين أشرحها بنفس مسألة الكون. طيب تعالى كده كده بالراحة، لو أنا راسم لاين زي ده وهيلف على الإكس أكسس هيبقى عامل إزاي؟ إحنا قلنا هيبقى عامل كون. تخيل الخط ده عمال يلف على الإكس أكسس هيعمل كون، شكله ازاي؟ شكله كده. طيب لو بقى نفس ام اللاين ده هيلف على الواي هيبقى عامل ازاي؟ بص بص الخط ده هيقعد يلف 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 يلف. طب بلاش الدايره الكبيره قوي كده، حاسس انا قطعت سياق الفهم يعني. طيب هيقعد يلف 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 لغايه ما يعمل لي كون. تمام؟ طيب سؤال، فين الدوريات اللي بتتجمع هنا؟ بصوا في الاكس اكسس لو طلعت وريتك الدوريات عامله ازاي، الدوريات شكلها الريديوس بتاعها اف اوف اكس. بص دي الدوريه، الريديوس بتاعها ايه؟ اف اوف اكس. الدوريه وشها للواي اكسس، يعني بص ده الواي والدوريه وشها كده، او الدايره. ايه دوريه؟ طيب انما في الاباوت هو ليه؟ إيه انا حاسس ان انا نزلت كتير صح؟ لا لسه. انما في الاكس لو هلف على الواي، قصدي لو هلف على الواي الدوريه بص شكلها ازاي. بص على الدوريه اللي فوق دي اكتر واحده باينه، او حتى يا عم هي واحده في النص شكلها ازاي. بصوا هوبا شكلها مع الاكس اكسس، التانيه كان شكلها كده دي عكسها. طيب الريديوس بتاع دي ايه؟ بص بقى بص بص تعالى الانبهار ده. بص لو وقفت عند اي نقطه ومشيت كده الريديوس بتاعها هو الاكس. هوبا او الاف اوف واي، شوف مبقاش قالنا في اي حاجه الانفرس دي. تمام؟ طيب يبقى انت هتعمل انتجريشن لاريا، اريا ماشي. الاريا عباره عن ايه؟ عباره عن باي ار سكوير. طب الار بتاعتي هي اف اوف واي، ركز ماشي. طيب يا رب تكون مفهوم.
اللي هي الاكس مثلا اف اوف واي دي تاني معلش، اللي هي الاكس تساوي واي باور 2 مثلا بلس واي، اللي هي ايه فانكشن ان ترمز اوف واي، اكس بتساوي واي اوت تمام. فانكشن ان ترمز اوف واي يعني فانكشن عباره عن يعني الفانكشن مثلا بصوا اف اوف اكس عشان بس لو حد ما يعرفش المعلومات البسيطه دي، يعني 2x مثلا بلس 5 دي اسمها فانكشن ان ترمز اوف اكس. ليه؟ المتغيرات اللي موجوده هي اكس. طب لو فانكشن ان ترمز اوف زد هتبقى كده 2z 2z، المتغيرات الموجوده هي الزد تمام تمام فا اف اوف واي دي يعني فانكشن عباره عن ايه؟ المتغيرات اللي فيها او الفاريبلز اللي موجوده هي واي. طيب المهم يعني انت بتجمع القيم على اساس ايه؟ يعني ايه؟ يعني دلوقتي انا بعمل انتجريشن في انهي فتره؟ بص انا بعمل اجمع هنا عند قيمه الواي دي، بعد اطلع هنا واطلع 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 واطلع، انا عمال اجمع قيم السيركل على ايه؟ على الواي اكسس. يعني عمال اجمع قيم من واي 1 لواي 2 والانتجريشن بتاعي دي واي. بصوا ببساطه هي هي نفس اللي فاتت، بس انا شلت كل واي حطيت اكس بصمك، او بكل بساطه تاني التانية كنت بلفه على الاكس، لما لفه على الواي كل حاجة هتبقى اكس طبيعي. ما يعني فاهمني يعني يا رب تكونوا فاهمين يا رب. طيب مش عايز حد يبصمك والله. فزي ما انا كاتب لو اباوت الواي، لو انا هلف على الواي الريدس بتاعي بقى اف، فانا اوريدي شرحت الكلام ده، يبقى انتجريشن من واي 1 لواي 2 الباي اف اوف واي سكوير. طيب اللي على الشمال دي هي الديسك ميثود، هي ايه؟ ديسك ميثود. بس دي لو الريفوليوشن بتاعي اباوت الواي اكسس، او لو انا بلف على الواي. طب واللي على اليمين؟ اللي على اليمين هم عامه الاثنين نفس الفكره، بس عشان بس المسميات. اللي على اليمين هي الوشر ميثود اللي انا لسه شارحها، اللي اخر حاجه مشروحه دي الوشر ميثود. يا عم ها مش مصدقني اهو، اخر حاجه احنا شارحينها الوشر والله العظيم. فين؟ اهي الوشر ميثود، فدي هي الوشر بس ايه؟ اباوت الواي تمام. والشكل ده موضح جدا، بصوا الشكل الجميل ده اللي في المرسوم، تلاقي الراديوس بتاعك هو فانكشن ان ترمز اوف واي. طبعا هيبقى نفس الحوار الديفرنس بينهم والكلام ده، ده مش هشرحه تاني لان هي نفس الفكره، بس انا بدل ما كنت بلف على واي انا بلف على اكس تمام. تمام جدا. ايه يلا بقى نحل بقى، يلا نحل كام مساله كده. انا عايز الفوليوم للشكل ده تمام، الشكل هو بيقول لك فوليوم اوف ريفوليوشن الاريا دي، الاري ار، الاري ار عباره عن ايه؟ عباره عن من 0 ل 2 للشيب ده. طيب اباوت الاكس اكسس، اباوت الاكس اكسس يبقى تعمل يلا اكتب لي القانون انتجريشن اكس اكسس، يبقى الراديوس بتاعك عباره عن بص انا عملت سوري سوري اللي انا بهببه ده. طيب الدوريات بتاعتك هتبقى عامله كده، يبقى الراديوس بتاعك هو اف اوف اكس، انت بتجمع الدوريات على قيم الاكس، الدوريات عماله تمشي على الاكس اكسس تمام. طيب جميل جدا، فيبقى انتجريشن من اكس 1 لاكس 2 تمام باي اف اوف اكس سكوير. انت هنا عندك ايه؟ فانكشن واحده او اف اوف اكس اول سكوير يعني. طيب الاف اوف اكس اول سكوير اللي هي اكس بلس 1 باور 2، باور 2 تاني هتبقى باور 4. يعني بصوا هي الفانكشن اصلا عليها باور 2 فعملها باور 2 تاني، طبعا مضروبه في الباي والانتجريشن بتاعي من 0 ل 2. الانتجريشن بتاع دي بسيط جدا، هيبقى باي على 5 تمام اكس بلس 1 باور 5، هعوض من ال 0 لل 2 وسهله جدا تمام. طبعا مش هعمل اغلب انتجريشنز مش هعملها الا لو محتاج اثبت لكم شيء معين يعني، لان انا اوريدي خلاص احنا خدنا 7 8 فيديوهات على الانتجريشن، ف انا عايز هنا بس اشرح فكره الفوليوم يعني. طيب هو انا عايز ايه؟ انا هلف الاريا ار على الاكس اكسس برضو. ايه الاريا؟ بص ركز هنا، انت هتلف ايه؟ هلف حاجه بين كيرفين ده وده، خلاص بسيط. يبقى انتجريشن الفتره بتاعتك من ايه؟ من 0 ل 1. عرف منين انها من 0 ل 1؟ بص ما هو قال لك الاريا ار، ما الاريا ار قدامك، لو انت مش عارف البوينت دي انها 1 هتجيبها زي دي بوينت اوف انترسكشن، دي تقاطع الكيرفين، الكيرفين اللي هم اكس باور 2 وروت اكس، فهتساويهم ببعض هيطلع لك ايه؟ هيطلع لك نقطه التقاطع 0 1. بص هي اصلا موجوده يعني، 0 اصلا كده كده واضحه مش محتاجه كده،
وال1 ايه انا جبتها. تمام. طيب يلا بقى نجيب الفوليوم. هو طبعا انا قفلت الجهاز نص ساعه عشان كان بيعلق، لسه بيعلق. ماشي. طيب فيبقى انتجريشن من 0 ل 0 1 عشان دي اكس 1 البدايه ودي اكس 2 النهايه، او اكس انيشال واكس فاينل ايا كان. تمام، عشان ما حدش يقول لي ايه 1 و2 دي فين 3، بلاش يعني. ماشي. طيب باي اول حاجه تكتبها باي. طيب كوسين دي اكس، انا هعمل انتجريشن بالنسبه لاكس ليه؟ اصل الدوائر اللي هجمعها الريديوس بتاعها اف اوف اكس، والدوريه دي بتتجمع على الاكس اكسس. تمام، انا عمال اشرح لكم الموضوع ده بالذات لان انتوا خمس ازاي بالظبط هتتلخبطوا في الميثود الثالثه يعني. تمام، ان شاء الله مش هتتلخبطوا طبعا. طيب هنا فين الريديوس الاكبر؟ اقف عند الاكس، يعني اقف عند الدوريه يعني. بصوا عشان بس خلي بالكوا دي ووشر، هو عايز اريا او فوليوم هيتجمع بين اريتين. تمام، بصوا لو عملت دوريه كده وقفت هنا، فين الريديوس الاكبر؟ هوب الريديوس الاكبر هو ايه؟ لو واخد بالك هو الاف اوف اكس. بصوا ده كيرف اف اوف اكس اهو. تمام، فهتعمل اف اوف اكس اول سكوير ماينس الجي اوف اكس اول سكوير. خلاص هي الصغيره بقى مش محتاجه، ما هي الصغيره. طيب اف اوف اكس سكوير هتبقى بروت اكس سكوير اللي هو اكس. طيب والثانيه تبقى اكس باور 4، اكس باور 2، باور 2 تاني بقت باور 4. تعمل انتجريشن عادي جدا ومساله سهله. حلو، اوعى تنسى دي، ابوس ايدك اوعى تنسى دي. ماشي. طيب انا عايز المساله دي اباوت الواي، هيلف ايه؟ هيلف نفس ام الاريا دي على الواي اكسس. يا ابويا هنجيبها ازاي يا عم؟ انت ليه صعب؟ انتجريشن من واي انيشال بقى ها لواي فاينل، او من واي 1 لواي 2. ابوس دي مسميات، ارجوك ارجوك. ماشي، واصلا مش غالبا من واي 1 واي 2 دي مش مكتوبه في حته في السلايدز يعني، عشان ما حدش يقول لي انت كاتب القانون غلط. عادي دي مسميات اي وبي يا عم. ماشي، ربنا يستر والله من الاسئله اللي بتجيلي. طيب لايه؟ للباي، واكتب الدي باي ويعمل القوسين بتوعك. فين الراديوس الاكبر؟ بص بقى السيركلز بتاعتك اهي، الراديوس بتاع قيم الاكس الراديوس الاكبر زي الاريا. تمام، بتقف عند الواي تسال مين الكبير. بص بص بص، مين الكبير ده ولا ده؟ يعني الكيرف ده الكبير ولا الكيرف ده؟ تعال لو نجيب لون تاني يا عم، الاحمر ولا الاسود؟ الاسود هو الاكبر، الاسود اللي هو 4 واي، فهتبقى 4 واي طبعا اول سكوير، ما تنسوش ان احنا بنسكر، ماينس ايه الواي باور 3 هول سكوير. تمام، اللي هو هيديني انتجريشن من واي انيشال اللي هي بزيرو. تمام، لواي فاينل اللي هي بايه؟ بايه؟ بتو ولا ايه؟ استنى، بتو. تمام، من زيرو لتو. ليه بتو يا ابني؟ ما هي هي دي التو اهي، ما تنساش ان احنا بنجمع على الواي. ابوس ايدك، الدوريات بتتجمع بصوا كده، هي مش اهي كده على الواي، على الواي الدوريات عماله تتنطط على الواي، الريديوس هو الاكس. ماشي. طيب طب معلش، هو لو مش مديها لي ب2، بص انت مش معاك كيرفين، وانت اصلا هو مديك الفانكشن انترمس اوف واي، يعني هو مساعدك، يعني هو ما ادهالكش اكس وانت لازم تجيب الانفرس. ده هنا المساله سهله جدا. طيب هتساويهم ببعض وتشوف القيم ايه، هيطلع لك هنا قيمتين 0 و2 ونيجاتيف 2. ماشي، هل هو هنا عايز منك جاب لك سيره الحاجات اللي ورا؟ يعني الكيرف ده على فكره مكمل، بس هو هل جاب لك سيرته؟ هو نقالك الاريا دي، فانا عايز التو ولا عايز النيجاتيف 2؟ انا عايز التو يا عم، انا عايز الناحيه البوزيتيف بس. يعني الانترسكشن انت لما تجيبه يا جدعان، عشان بس هيطلع الواي، خلي بالكوا احنا هنا مساويين اتنين فانكشن اوف واي، فالقيم اللي هتطلع لك هي واي، هتبقى 0 و2 ونيجاتيف 2، فانا هاخد الواي ب 0 والواي ب 2. بصوا 0 كده كده باين، والتو اهي. تمام، طيب فيبقى انتجريشن زي ما قلنا من 0 ل 2 ايه بقى؟ الباي طبعا، حلو، اللي هي رقم كونستنت مش هيفرق طبعا، براكتس طبعا دي واي، وهتكتب هنا ايه؟ 16 واي بار 2، عملت سكويرنج للرقمين
ماينس واي بار 6 واي بار 3 بار، يعني واي بار 3 اول بار 2 الباور بيتعمل له مالتي بلاي، تمام؟ ف 2 في 3 6، سبحان الله، مش بخمسه، ماشي؟ طيب فبس والمساله اتحلت. الشال الماثد، انا قلت لكم من شويه ان انتوا هتتلخبطوا، انا ما يعني في حوار الريسبكت وواي، بس ان شاء الله لو كل مره سالت نفسك مش هتتلخبط ان شاء الله، او بصمجه بصمج الشيل مختلف بس يلا ماشي. عامة يعني ايش مثلا؟ انا هنا بكل بساطة في الاولانية او في الاتنين الاولانيين كنت بجمع سيركلز، كنت بجمع ديسكات، تمام؟ كنت بجمع ديسك عبارة عن سيركل، حلو. فكنت بجمع ديسك ميثود، كنت بجمع ايه؟ سيركلز. انا هنا هجمع ايه؟ هجمع شيلز. حلو، حلو جدا جدا جدا. طيب هنا هنضطر نجيبها بالريمان سام، لان هي ما لهاش طريقه منطقيه خالص، يعني هي هتتجاب كده، ماشي؟ يعني اللي فات كان انا قلتهم لك بالبق، يعني جبت لك انها الانتجريشن بتاع البتاع ده من غير ما اكتب لك الريمان سام والدلتا اكس والدلتا واي والكلام ده، هنا هضطر اجيبها لك للاسف، يعني لان هي اثباتها رخم شويه، بس يعني ان شاء الله تفهموه يعني. طيب الشيل ميثود قلنا احنا بجمع شيلز، تعالى واحده، هو ايه الشيل؟ الشيل اللي هو الشيء الازرق اللي قدامك ده، شايفين الشيء ده؟ تمام، ده اللي انا بجمعه، ماشي؟ هو اسمه ايه؟ بص، سلندر او سلندر كل بتاع دي شل، تمام؟ شل شكله على شكل ايه؟ على شكل سلندر. سلندر بيبقى شكله في الطبيعه كده، تمام؟ عشان بس لو محدش عارف السلندر ايه، ده السلندر، تمام؟ بس هو ايه؟ هو من جوه فاضي، ماشي؟ عشان بس محدش يسأل يعني. طيب نخش على الشكل اللي على اليمين، بص ده شكل الكيرف بتاعي لما بيلف على الواي اكسس، هنا هنلف على الواي، بص لف على الواي هيطلع لنا شكل ايه؟ طلع لنا شكل الشكل ده اللي هو طبعا مش عارف ارسمه لان انا فاشل في الرسم، تمام؟ بس هو هيطلع لنا الشكل ده، بصوا والله اللي على الشمال شبه اليمين اهو. المهم يعني هو هيطلع لنا ايه؟ شلز. انا هعمل ايه؟ واخدين بالكم ان انا لو يعني الشيب ده عباره عن مجموعه شلز جنب بعض، يعني ممكن اقسمهم شلز كتير، يعني بصوا الفكره هنا في التخيل المشكله، يعني بصوا اللي في النص ده عباره عن شيل، تمام؟ فاضي من النص. طب واللي مثلا بعدها، يعني تعالوا نشيل، طيب عشان ما حدش يتلخبط من الالوان كتير. طيب فلو هعمل كده مثلا، بص ده برضه عباره عن شيل، بس طبعا الشيل بيبقى فاضي من النص، تمام؟ زي ما قلت لكم. فانا هقعد اجمع شيلز كتير قوي لغايه ما اجيب الفولي. الشيلز دي الثيكنس بتاعها ايه؟ صغير جدا، لان انا هقعد هجمع شيلز رفيعه. نفس حوار الكيرف، بص فريمان سام انا كنت بجمع مستطيلات، لو جمعت مستطيلات تخينه الاكيورسي هتبقى قليله. طيب كل ما الشيل ده يبقى الثيكنس بتاعه كبير، بصوا هياخد حته زياده زي دي مثلا، شايفين؟ يعني في جزء زياده باين قوي، انا بحاول على قد ما اقدر، بصوا شايفين مثلا الجزء البتاع ده، ده زياده، يعني مش عارف اوضحه لكم ازاي، بس هو اللي عندما في جزء هنا كده ده زياده، فده ليه؟ عشان الثيكنس بتاعه تخين شويه، تمام؟ ف ده كل ما في الموضوع، ان انا اخلي الثيكنس بتاع الشيلز دي ورفيع جدا 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 جدا، بحيث ان انا ايه؟ اعرف اجيب له فوليوم اكيوريت. طيب انا هعمل ايه؟ انا هجمع شلات، الشل ده ليه فوليوم. طيب بصوا بقى فوليوم الشل عامله ازاي، مش انا ممكن لما اقطعه من هنا هيديني كيو اسطوانه زي دي، بص او مش استوى، مش عارف اسمها ايه، بس هيديني ده، يعني فاهمين؟ هيديني الشكل. انا لو قطعته، يعني انا لو خدت الشل ده قطعته من النص وفلتته هيديني سجاده يا عم، اي شيء يعني. هو تقريبا اسمه كيوبويد، بس يعني هو كيوبويد بيبقى شكله الطف من كده شويه، يعني ده شكله كيوبويد متخلف. طيب الكيوبويد الفوليوم بتاعه ايه؟ الفوليوم كان بتاعه الطول في العرض في تخنه، تمام؟ او التلاته اللي في بعض، يعني بص ما هو اصلا ما فيهوش غير تلات اطوال، في الطول ده والطول ده والطول اللي في النص اللي هو ايه يعني كده، تمام؟ بس بكل بساطة، طبعا هو عشان رفيع قوي فانتوا مش شايفينه، بس هو يعني موجود صدقوني يعني. حلو يا عم، ازوم لكم، وانا عندي كام دفعة يعني عشان ما ازوم لكمش. بص شايف ده؟ ده الثيكنس بتاعه، او ده ايه مش عارف هو اسمه ايه بصراحة، بس ده يعني دول ده ايه، ده الشيء التالت اللي انا هضربه فيه. فبصوا
انا هقعد اجمع فوليوم اوف شيلز، كل فوليوم اوف شيل واحد يساوي ايه؟ يا لهوي يا لهوي، بس يساوي الهايت في اللينث في الثيكنس، تمام، او الهايت في اللينث في الويتس، يعني احنا كنا بناخدها كده اصلا يعني، تمام، ايا كان بقى دي ثيكنس ويث، ايا كان ده الطول الثالث الموجود. طيب فالهايت ب اف اوف اكس، طب واللينث يا عم هو اتو هو اتو هو اللي بسبب واقعة عمرو أديب والزمالك والأهلي يا عم، أنا مالي. طيب بص خلوا بالكم، ده الشيل لو قطعته من هنا، تعالوا بقى ناخد أي حتة، طوله عبارة عن إيه؟ طوله عبارة عن اف اوف اكس. ما أنت لو وقفت هنا، لو ده طوله مثلا، طوله هو الاف اوف اكس اللي هي الواي، تمام، مفهومة؟ يا رب تكون مفهومة يعني يا عم، ولا زعل نفسك. هات، ايوه، لو انا وقفت هنا ودي اكس، الطول ده صوره الاكس، سبحان الله، هي الاف اوف اكس، ما هي الكيرف قدامك اصلا باين اهو، تمام، فيبقى الهايت عباره عن اف اوف اكس. طب واللينث بتاعه؟ اللينث بتاعه ده لينث دوريه، ما هو بص ما تنساش ان هو احنا قطعناه من هنا، هو اصلا كان عباره عن ايه؟ كان عباره عن اسطوانه، او يعني كان البتاع ده اللي هو اسمه شيل يعني. فبصوا عرضه او اللينث بتاعه طوله من العرض كده هو عبارة عن ايه؟ اسمها ايه؟ اسمها ايه بالعربي؟ محيط تقريبا، محيط دورية، اللي هو بريمتر اوف سيركت، اللي هو السيركمفرنس، تمام. السيركمفرنس اللي هو عبارة عن ايه؟ كان 2 باي في الراديوس. طيب راديوس هنا ايه؟ بكل بساطة الراديوس هنا هو الاكس، خلاص اقف عند اي سنتر، هوب امشي كده، فين الراديوس؟ الراديوس هو الاكس، واخد بالك؟ ماشي، اهو انا في نفس الحته، قلت لك ان الهايت هو الاف اوف اكس وان الريديوس هو الاكس، سبحان الله، ولا سحر ولا شعوذه. فبكل بساطه الفوليوم بتاع الشيل ده يبقى عباره عن ايه؟ هيبقى عباره عن الاف اوف اكس في 2 باي اكس في الدلتا اكس. ايه الدلتا اكس دي؟ نسيت اقولها، دي الثيكنس بتاعها، بصوا تخنه هو الدلتا اكس، التخن ده، تمام. لو جبناه من هنا مثلا، نمسح كل ده، بص، فلنفترض ان اول اكس هنا، تاني اكس بصوا لو جبناه من هنا تبقى هنا كده، فدي اكس مثلا ودي اكس ايه، دي اكس 1 ودي اكس 2، فالثيكنس بتاع الشيب ده لو هيبقى ده الثيكنس بتاعه مثلا، فيبقى عباره عن ايه؟ عباره عن دلتا اكس، اكس 1 ماينس اكس 2، منطقي جدا، تمام. طيب فبصوا بقى، بصوا السحر ده، امسح كل الكلام ده، انا طلعت اهو دلتا اكس في اف اوف اكس في 2 باي اكس. طيب هو مش الليمت، طبعا انا هعمل ليمت، هجيب سمشن، لان انا هجمع شيلز كتير قوي، صح، هجمع شيلز عددهم ان، تمام، وهعمل لهم ليمت ان الان تندوس تو انفينيتي. ليه؟ ما اصل انا هجمع منهم عدد كبير قوي 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 عشان اعرف اجيب اكزاكت فوليوم. طيب هو الليمت مع السمشن وفي دلتا اكس هيدوني هوب اريا، سوري انتجريشن، اريا تاني، انا بصمجه انا كمان ولا ايه؟ طيب هيدوني ايه؟ انتجريشن دي اكس للشيء المتبقي. طيب بكل بساطه يبقى الفوليوم باي شيلدز بصمج هو عباره عن ايه؟ انتجريشن من اكس 1 لاكس 2 2 باي اكس الاف اوف اكس. جميل جدا جدا جدا. في بس نقطة عشان أبوس إيديكم، أبوس إيديكم، إحنا كل ده كنا بنعمل فوليوم، بص 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 على الواي أكسس، إيه ده على الواي أكسس وعامله بالإكس؟ أيوه، ما أنت هنا الفكرة في إيه؟ هنا الهايت بتاعك هو الإف إكس، أصلا ما كنتش، بص بص ركز، أنا هنا بجمع الشيل، الشيل بص شكله إزاي؟ شكله كده، الهايت بتاعه إف إكس والمساحة يعني الراديوس بتاع يعني انا شرحتها، اريدس كان اكس، فكل العلاقات بتاعتي اكس، تمام. فهنا الواي لو انا هلفه على الواي اكسس هيبقى انتجريشن وذ ريسبكت تو اكس عادي جدا، مش زي اللي فاتوا، اللي فات كان لو اباوت الواي بتبقى اف اوف واي، هنا لو اباوت الواي هتبقى اف اوف اكس. عايز تبصمك بصمك عامه، بس يعني هي واضحه هي جت منين، عشان اصلا بصوا الدلتا اكس موجوده اهي، فخلاص انا واف اوف اكس واكس يعني كل حاجه قدامي اكس، فاعمل انتجريشن للاكس والدلتا اكس اهي والدي اكس اهي،
ما هي الدي اكس دي عبارة عن دلتا اكس، تمام؟ بس تمام. طيب القاعدة تحت موجودة ولا مش موجودة؟ مش موجودة، بس يعني هي عامة اهي integration من اكس 1 اهي ل اكس 2 2 باي اكس اف اوف اكس دي اوف اكس او دي اكس، انا اسف، about الواي اكسس. انا هو على الخط المنعكس، نكش فراخ، كان نفسي اخش طب شكلي. طيب ماشي، هنا انا عايز الفوليوم من 0 لروت باي على 2 تمام للشيء ده للفانكشن دي. بس هو حدد لي، عارف لو ما حددليش ممكن اجيبها فوليوم عادي جدا جدا جدا، وممكن اعملها لكم دلوقتي اصلا مش مشكله يعني. فهو هنا حدد لي للاسف، قال لي باي شيلز واباوت الواي، اباوت الواي باي شيلز يعني عادي، اباوت الواي يعني الهايب بتاعك اف اوف اكس يعني الريديس بتاعك اكس تمام. لان تاني خلاص انا شرحتها، مش هشرحها مليون مره يعني. طيب فهتبقى انتجريشن من اكس 1 0 لباي لروت باي على 2 هو اللي حددها تمام. طيب لايه؟ لاف اوف اكس 2 باي اكس في، يعني خلاص مش في قصدي، بالنسبه للدلتا اكس. طيب الاف اوف اكس عباره عن ايه؟ الاف اوف اكس عباره عن ساين اكس بار 2. بس ساين الاكس هي اللي باور 2، هتعمل باي سبستيتيوشن، هتلت ان اليو ايكوال اكس باور 2، فبالتالي دي هتبقى انتجريشن دي يو ساين يو تمام. لان الدي يو خلي بالكوا الدي يو هتساوي 2 اكس، بصوا فهشيل ال 2 اكس والدي اكس تساوي 2 اكس دي اكس. طبعا نسيت اكتب الدي اكس هنا، انا ايه اعرف لما اكتبه. طيب فشلت 2 اكس دي اكس وحطيت دي يو تمام، ودي طبعا ساين دي لها على الخط كده ماشي، وفي باي ما تنساهاش ماشي. والانتجريشن من 0 لروت باي على 2، بس في حاجه بسيطه جدا ان يعني دي قيم الاكس، يعني الباوند الحدود اللي انا كاتبها دي دي قيم الاكس. طيب لما اجي اعمل انتجريشن للساين هيبقى نيجاتيف كوزين يو عادي جدا تمام، يبقى نيجاتيف باي بقى ما انساش الباي كوزين يو، وهعوض بحدود الاكس. طب لو هعوض بحدود الاكس يبقى شيل اليو بقى، اليو عباره عن ايه؟ اليو كنا كبناها بكام؟ اليو كنا حطينا باكس بار 2 خلاص، يبقى شيل اليو حط اكس بار 2 وعوض بقيم الاكس اللي هي من 0 لكام؟ لروت باي على 2. جميل جدا تمام. بس والمسألة خلصت. طيب المسألة دي هو عايز ايه؟ عايز اجيب فوليوم باي شيلز للاريا دي لما تلف اباوت ايه؟ اباوت الاكس اكسس، يعني هتلف بالشكل، يعني هيبقى فوليوم شكله ايه؟ هيبقى حاجة شبه كده. طيب المهم ان هو ايه؟ هيلف اباوت الاكس اكسس. طيب اول حاجة محتاج ايه؟ باي شيلز، يبقى تعمل ايه؟ انتجريشن اباوت اكس اكسس، يبقى السيركمفرنس بتاعي هو عبارة عن، بصوا لو جيت ترسم السيركمفرنس هو عبارة عن ايه؟ 2 باي ار، صح؟ السيركمفرنس اللي هو ايه؟ ده المحيط بتاع الدايرة تمام؟ الار هنا عبارة عن ايه؟ عبارة عن الواي تمام؟ هي دي قيمة الواي، فهيبقى 2 باي واي عشان ده اوت الاكس اكسس، والهايت بتاعي هيبقى عبارة عن ايه؟ هيبقى عبارة عن اف اوف واي. المهم يعني الهايت لسه ليه حوار دي واي تمام، عشان الشيلز خلاص شرحناها من واي 1 لواي 2. جميل جميل جدا. طيب واحده واحده، هو السيركمفرنس هنا عندي هو 2 باي ار. في نقطه مهمه جدا ان السيركمفرنس هنا لو واخدين بالكم الهايت هيبقى عباره عن ديفرنس بتوين 2 كيرفز. يعني اول حاجه ده اباوت الاكس اكسس، فانا اول حاجه محتاج ايه؟ محتاج اجيب اف اوف واي اللي هي اكس تساوي حاجه، فمحتاج اجيب الانفرس او ان الاكس ايه تبقى يعني في ناحيه لوحدها. فهنا الاكس تساوي واي اوريدي تمام، او الاكس تساوي الكيرف، فجي اوف واي هتبقى عباره عن ايه؟ لو جيت ترسم تكتب الجي اوف واي، الجي اوف واي هتساوي الواي على طول تمام، امرها بسيط. فانا هنا معايا ايه؟ معايا اول كيرف ده عباره عن واي ماشي، اكس تساوي واي. طب الكيرف الثاني هعمل ايه؟
هتقول ان 2x minus y power 2 equal y. انا هحتاج اجيب ال x في الناحية الواحدة، هتجيبها ازاي؟ هتحاول تخليها complete يعني هعمل لها complete perfect square او ايا كان اسمها ايه يعني. انا هحاول احولها ايه لحاجة power 2، زي لو فاكرين فيديو ال trigonometric substitution. طيب هنا ايه اللي يخليني يحصل كده؟ اول حاجة اخد negative common، تمام، عشان اخلي الرقم اللي قدام الاكس ده بوزيتيف، فالاكس هيبقى قدامها ايه؟ هيبقى اكس بار 2 ماينس 2x. انا خدت نيجاتيف كومن من الناحيه دي، طبعا كل ده هيساوي الواي. حلو. طيب هعمل ايه؟ انا دلوقتي عايز احوله للبرفكت، فهعمل بلس 1. ليه؟ نص الرقم ده زي ما اتفقنا، تمام. ف هيبقى نصه، طبعا نصه باور 2 يعني. المهم فبكل بساطه واعمل ماينس 1 بلس 1 مره ماينس 1 مره. طيب تعال نكتب الشكل ده، الشكل ده هيبقى عامل ازاي؟ هيبقى اكس ماينس 1 اول باور 2. لو فكيت الشكل ده هيديك اكس باور 2 ماينس 2 اكس بلس 1 اللي هو الحته دي اوريدي، تمام. ماينس 1 ماينس 1 زي لسه زي ما هو، وفي نيجاتيف بار، هدخل النيجاتيف على الاثنين هيديني ايه؟ هيديني نيجاتيف براكت، والماينس 1 ده هيبقى ايه؟ هيبقى بلس 1. كل ده هيساوي الواي. جميل. انا لسه محتاج اجيب الاكس ايه في ناحيه واحده، تمام. طيب اول حاجه نمسح بس واحده واحده عشان ايه الحته دي رخمه شويتين. طيب نكمل. اول حاجه هودي ال1 الناحيه الثانيه، في نيجاتيف، انا في نيجاتيف مساحته. طيب ايوه هنا اهو، تمام. هعمل ايه؟ هودي ده كده كله الناحيه الثانيه هناك عشان يبقى بوزيتيف، فيبقى اكس ماينس 1 اول باور 2 يساوي ايه؟ هيساوي ال1، وادي الواي ناحيه النيجاتيف هيبقى 1 ماينس واي، تمام. وديت الواي هنا وجبت الاكس بلس 1 اول باور 2 هنا، فعكست اشاره الاثنين. جميل جميل جدا. نمسح الكلام ده كله. ناقص ايه؟ جيب الاكس في ناحيه العدد. يلا يلا وريني اجيبها ازاي. اول حاجه هاخد روت، صح؟ هاخد روت ناحيتين، فالروت مع الباور 2 هيروح، بس هيديني ايه؟ اوب 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 بوزيتيف اور نيجاتيف يا باشا، ما تنساش. فالاكس هتساوي بوزيتيف اور نيجاتيف روت 1 ماينس واي، والنيجاتيف 1 ده ممكن اوديه ايه؟ الناحيه الثانيه بوزيتيف، فيبقى 1، تمام. هي ماينس 1 هودي له الناحيه الثانيه ايه؟ بالبلس، فيبقى بلس 1، تمام. ال 1 اهو اشارته موجب يعني. طيب طلعت الاكس ده، هاخد انهي بقى، البوزيتيف ولا النيجاتيف؟ بصوا كده احنا عندنا احتمالين للاكس. انا كل ده بحاول اجيب دي في يعني بحاول اجيب اف اوف واي بتاع دي، هجيب الانفرس. طيب ايه الاحتمالين؟ ان الاكس اولا تساوي 1 بلس روت 1 ماينس واي، ثانيا ان الاكس تساوي 1 ماينس، ماشي هو ما كتبش الايكوال، 1 ماينس الروت، يعني نفس الروت هو اللي بيتغير بس اشارته بوزيتيف ولا نيجاتيف. طيب هجيبها ازاي يا يوسف؟ انا ما اعرفش هو عايز ايه هنا في المساله. بص انت معاك نقطتين، ها ها معاك نقطتين. انا بقى الزيرو وزيرو او الاوريجن، تمام، ولون 1. طب هو جاب النقطتين دول ازاي؟ جابها من الانترسكشن بتاع الكيرف، تمام. يعني ايه؟ يعني انت معاك كيرفين اهو، ساويهم ببعض يعني يساوي 2x ماينس x باور 2 بالاكس، هيطلع لك ايه؟ هيطلع لك الاكس باور 2 يساوي الاكس، هيطلع لك ثلاث قيم 0 1، سوري 0 1 بس انا اسف، تمام. هي وانا العمود ده صح؟ هيطلع لك 0 1 ده قيم الاكس، انا كنت مساوي الاكس ببعض، فال 0 1 دول بتوع الاكس، ماشي. ف يبقى انا عندي ايه؟ البوينتس بقى لو عايز تجيبها، عوض يعني بالاكس ب 1 هيطلع لك الواي، تمام. فالبوينت ايه؟ عباره عن 1 1 او 0 0، دول البوينتين اوف انترسكشن. طيب انا بقى عايز اعرف اخد انهي. بص يا باشا، مش انت معاك الواي هنا ب 1؟ عوض عن الواي ب 1، شوف هيديك الاكس ب 1 ولا لا. عوض عن الواي ب 1 هنا هيديك الاكس ب 1، صح. طيب عوض هنا عن الواي ب 1 هيديك الاكس ب 1 برضه، ده الاثنين نفع، اخد الاثنين. لا 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 لا، مش عايزين العشوائيه دي، مش عايزين العشوائيه دي، مفيش حاجه اسمها الاثنين صح يبقى اخد الاثنين. احنا مضطرين اصل انت هتعمل انتجريشن، فهتعمل انتجريشن واحده بس. طيب طب ما تجرب النقطه الثانيه، عوض عن الواي بزيرو وشوف هيديك زيرو ولا لا. طيب اكس هتساوي 1 بلس، عوض عن الواي بزيرو هيبقى 1 بلس 1 اوبا ب 2، يبقى دي غلط.
طب التانية لازم تديك زيرو، يبقى اي ايكوال ايه؟ اكس ايكوال، انا اسف، 1 ماينس هوب هوب 1، لو عوضت عن الواي بزيرو يبقى هتديك زيرو، فيبقى انا هاخد ايه؟ هاخد اللي على الشمال. يبقى انا كل ده عشان ايه؟ اوصل ان انا من الاخر هاخد الفانكشن دي. تمام؟ طيب مبدئيا كده في معلومه مهمه جدا جدا جدا، السيركمفرنس ثابت 2 باي واي، 2 باي واي دي ثابته ما بتتغيرش. ليه؟ او 2 باي اكس ان كان. ليه؟ بص ركز كده، انا قلنا لو هنلف هنا على ال، يا لهوي على السوق، يا لهوي على السوق، يا لهوي على السوق، لا لا انا لازم امسحها كده. طيب لو هلفه على الاكس اكس دي دوريه كده، حلو، الدوريه دي السيركمفرنس بتاعها ثابت ب 2 باي واي، ملوش دعوه بقى بتوين تو كيرفز، بتوين نيلا كيرفز، ده سيركمفرنس. هو ماله انا يعني، هل السيركمفرنس متغير؟ لا، ده حرفيا محيط، فالمحيط هيبقى تو، هيبقى كده كده كده، هيبقى دايما ب 2 باي واي. ماشي؟ ف من الاخر ده يبقى انتجريشن من y1 اللي هي 0 y2 اللي هي 1، اهو y1 اهي ب 0 y2 اهي عند عند الـ y1. تمام؟ لايه؟ ل 2 باي واي، احنا قلنا انها ثابته، ده سيركمفرنس. طيب هنا بقى الهايت هو اللي مش ثابت. ليه؟ بص يا باشا، اقف عند الواي، الهايت بتاعك بايه؟ بص هوب، هتلاقي الهايت بتاعك عباره عن ال دي ماينس دي، مصابيك كبيره، خلي بالك نفس الحوار بتاع الوشر، هو ده شيلز بس ديفرنس بتوين تو فوليومز، اللي بيختلف الهايت، الهايت ده الثيكنس برضو مش هيختلف، اللي بيختلف بس الهايت اللي هي الاف اوف واي او الاف اوف اكس لو هتعمله اباوت الواي اكسس، فالهايت بتاعك هيبقى الجزء ده بس. تعال نجيبه بلون تاني يا عم، هيبقى جزء، هو ليه مش راضي يلون؟ الجزء ده بس. الهايت بقى لو انا عايز اجيبه دلوقتي هيبقى عباره عن ايه؟ هتقف، هي هيبقى حاجه ماينس حاجه، يبقى الديفرنس بينهم. طب مين الكبير؟ اقف عند الواي، اسال، لان ده اباوت ايه؟ الاكس اكسس. في الشيلز انا بعمل انتجريشن بالنسبه للواي، يبقى هتسال عند الواي. ماشي؟ وغير كده الهايت بتاعك عامل كده بابا، هايت الشيل عامل كده، ما تنساش. تمام؟ الشيل اهو الهايت بتاعه كده، فيبقى انت هتسال في الهايت بالطريقه دي. تمام؟ مين اكبر؟ اكيد الجزء ده. تمام؟ يبقى هتعمل ايه؟ هتعمل واي ماينس، لان الكيرف ده هو الواي، الكيرف ده اللي هو كيرف الاكس ايكوال واي، والكيرف ده اللي هو اكس ايكوال 1 ماينس كده. تمام؟ ف يعني الاكبر هو ده، فهعمل واي ماينس الكيرف الثاني، 1 ماينس ايه؟ 1 ماينس ال 1 ماينس روت 1 ماينس واي. تمام؟ طبعا دي واي، فده هيديني ايه كل ده؟ طبعا نمسح الكلام ده. يا الله، هيديني integration from 0 to 1 to y y في y minus 1 minus شفت انا غلطت، الماينس ده هيخش هنا، ولما يخش هنا هيخليها positive، فيبقى plus root. ماشي؟ طيب بس وقف دي واي واعمل انتجريشن، ماليش دعوه، اعمل انت الانتجريشن ده، انا بره عني الحوارات دي. سواء عامه هيتعمل فيه باي سبستيوشن عشان تعرف تعمل انتجريشن لحوار الروت ده، لان انت ما تنساش ان انت هتضرب ده هنا وهتضرب ده هنا وهتضرب ده هنا. تمام؟ ف يعني بكل بساطه يعني ده في ده ممكن يتعملوا انتجريشن عادي، وده اللي هو 2 باي واي في ال1 يتعمل انتجريشن عادي، لكن ال2 باي في الواي في الروت يعني هيبقى الانتجريشن بتاعي مش بالطريقه التقليديه، فبكل بساطه هتضطر تعمله باي سبستيوشن تقريبا يعني. انا مش متاكد منها بصراحه، بس يعني هي بالنظر كده هتبقى ايه؟ شبه حاجات احنا حليناها كتير. بس والمساله اتحلت. تمام؟ مش هعمل انتجريشن بتاعها. لو في اي مشكله ابعتوا لي برايفت، بس عامه المهم ان انتوا تكون وصلت لكم فكره بالذات، بالذات اللي انا حابب اكد عليها، ان احنا جبنا فوليوم باي شيلز بتوين تو كيرفز. تمام؟ وان احنا ما غيرناش السيركمفرنس، لان كده كده ايه؟ ثابت، ده محيط. طيب النهايه، النهاية ده اخر فيديو في الشرح الاساسي، زي ما قلت لكم الفيديو اللي فات لو عايزين اي حاجة اشرحها لكم مش مشكلة، وحد واقف معاه اسئلة يبعت، ممكن اجمع اسئلة انزل لكم فيديو، ممكن انزل لكم فيديو امتحان السنة اللي فاتت واللي قبلها اللي الدكتور كان موجود فيهم يعني، اشرح لكم الامتحان فيه، ممكن لو عايزين افتح لكم ديسكورد كمان احل لكم وقت ما تعوزوا، لو حد واقف معاه حاجة ممكن اعمل كده كمان. اسبوع الامتحان بتاع الكالكس انا هيبقى اسبوع ليكم انتم، تمام؟ احاول اساعدكم فيه على قد ما اقدر،
طبعا طبعا يعتبر دي النهاية زي ما قلت. ف أتمنى إنكم تكونوا كلكم بتستفادوا مش بتتفرجوا وخلاص، وأتمنى إن أنا أكون قدرت أفيد ولو حتى 1%، ويا رب كلكم تجيبوا A بلس تمام في الكالكولس وفي كل المواد طبعا. وطبعا هبقى سعيد جدا جدا لو كلكم جبتوا أعلى مني، هيبقى شيء يعني فعلا هبقى فخور جدا يعني. بس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.